هي هابي هي ان ذا بصرة. انا سعيد جدا بوجودي في البصرة. This is the first time for my اول مرة اني ازور بها العراق البصرة. I think firstly I would like to congratulate the Iraq team already qualify in FIFA. العراق الان متأهل لل ان شاء الله للمرحلة الثانية من التصفيات. You have the very beautiful stadium. لديكم ملعب جميل. Today the Vietnamese team very honored to play here. يقول لنا شرف المنتخب الفيتنامي أن يقابل المنتخب العراقي هنا في البصرة. And we hope that we learn from the your team. Because Iraq always a very strong team in Asia. العراق فريق قوي واحد الفرق القوية في آسيا. 2007 where our team and Iraq play in the quarter final in Bangkok. يقول لعبنا الربع النهائي في بطولة آسيا في 2007. I remember that moment Yunis scored 2 goals. يقول ذكرى أن يونس سجل الهدف تاريخ. النجاح اللي تحقق بخليج 25 هذا النجاح اللي قاعد الآن نجني ثماره بعد الموافقة على استضافة العراق العديد من البطولات والأحداث وليس في كرة القدم فقط. استضافينا بطولة آسيا كأس آسيا بالقوس والسهم. قبل أيام شفتوا بالبصرة الفيحة استضافت بطولة غرب آسيا لألعاب القوة وإن شاء الله قادمين على استضافة العديد من البطولات وعلى أيضا تنظيم البطولات اللي تسعى وزارة الشباب والرياضة لإشراك كل الألعاب الرياضية فيها ليس فقط يعني بغض النظر عن كرة القدم اللي إلها طبعا قصب السبق في كل شيء. مجلس الوزارة الرئيسي هو أن تظهر الملاعب بحلة راقية تكون يعني جاذبة للجهات اللي تراقب المباريات بالعراق. النقل التلفزيوني كلش مهم، الإعلام أيضا دوره مهم في هذا الجانب.